السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا كامله بخير وعلى خير، ونقول لكم اهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم مطبخ وتدابير دادح. اليوم ان شاء الله راح ندير معكم العيش حار هنا حيزعف. ناس الصحراء يسموه عيش، وناس الجزائر يسموه بركوكس، وكاين اللي يعيطوا له تانيك المردود. المهم هذه هي الاكلات تاع الشتويه تاعنا. واش نسحق انا هنا؟ عندي شويه دجاج، تحبوا اي نوع من الدجاج ديروه. عندي بصل، حبيبه تاع البصل هكذا. عندي الدرسة، شوفوا الله الله الدرسة تاعي، فيها الثوم درسته مع الملح، درسته مع شوية فلفل عكري، درت له شوية تاع هريسة الملح، ودرست الثوم ديالي، ريحة تاعو راهي تنفح. نسحقو بيان سور حبيبة هنايا عندي كبيبرة شوية تاع طوماطيش، اللي خبات عولة في الكونجيلاتور طوماطيش تجبدها، سينو طوماطيش دوكا غالية يعني ديرو شوية، وهي لازم نديرو فيها طوماطيش تاع المعلبات كونسيرف. قلت لكم بصيلة. الخضره واش عندي هنايا؟ حبيبه صغيره تاع باذنجان، حبيبه بطاطا، حبيبه زروديه، وزوج حبيبات صغار تاع قرعه بلوتو، وزوج حبيبات زروديه، وعندي بيان سور قرن تاع فلفل حار. وهذايا على بالكم العيش يديروه هما بالهرماس، الهرماس اللي هو المشمش المجفف. علاش يديروا المشمش المجفف اللي هو الهرماس؟ باش ينحي القروصه. علاش؟ باسكو نستعملوا فيه بزاف طوماطيش، باش يجي يعني هذاك الهرماس يعدل القروصيه تاع الطوماطيش. انا ما عنديش مهرس الهرماس راني غير ننتخ، ما عنديش الهرماس، انا راح ندير معكم هكا شويه تاع غرس. فوالا بيان سور نسحقوا البركوكس تاعنا. هاهو ليك، انا عندي هذا في 3 عجوز تاع، على كل حال جاي شويه رقيق. دوك تشوفوا كيفاش نتعامل معاه. نروحوا دوكا نوجدوا لاصوص تاعنا كيف كيف. في لاكوكوت تاعي واش ندير؟ ندير طرف تاع الدجاج، ندير فيهم واحد التلت مغارف هكذاك تاع الزيت، فوالا ولا زوج مغارف. واش ندير؟ ندير البصل، الدرسة ديالي هكذا، ومن بعد المهرس نغسلو شوية ما سخون باش ما نضيع والو. وخواتاتي الثوم يجي كثر من البصل، شوفوا شوفوا كمية. درت راس الشباب، درتو الله الله الريحة، واش نقولكم؟ فوالا الثوم هذا درستو بالملح. البنات يا خي ندير الخضرة ديالي، الهرماس مازال كلش مع بعض. فوالا ندير ربع تاع الكميه تاع الطوماطيش باش ما تحرقليش الدرسه. توابل البنات، شوفوا فلفل عكري، راس الحانوت، هي الصح كامله في راس الحانوت، شويه كركم، كانوا ما يديروش الكركم ولينا نديروه على جال الفايده ديالو، وشويه فلفل الكحل، وراس الحانوت ثاني مع الاخر كي يطيب كامله نزيد له كميه واحده اخرى تاع راس الحانوت. دوك هذا لو ميلونج ديالي كامله نحطه فوق النار يتقلى. الحميصه البنات فيها الحميصه، بصح انا كوم راهي كونجلي ما حبيتش نجبدها من الكونجيلاتور، اني كي نجي نمرق نزيد الحميصه. وهنا البنات درت لا كوكوت تاعي، وحطيت الميلونج هذا كامله يتقلى. واش ندير باش يعني نقص لاسيديتي تاع الطوماطيش؟ نحط الكميه تاع الطوماطيش تتقلى مع هاد الميلونج، بصح هنا لو كان خليها تتقلى هكذا مالغي على نار قليله نخاف التوابل ديالي تتحرق لي. الوغ ها هي ليك الكميه تاع الطوماطيش، واش نقول لكم في الروايح، شهيتكم بالصحه والعافيه. فوالا ونقعد هكذا نقلي، نخليها شويه ونجي ندور نقليها باش الدجاج ديالنا يتشرب كامله هاد التتبيله. وهنا المهرس ديالي راني وجدت فيه الماء سخون، دائما كي تبداو تدوزنو سخنوا الماء. هاهو ليك شوفوا هكذا نوجدو باش غير نحسها بدات تنشف، نعاونها بشويه تاع الماء تاع الدرسه. فوالا البنات نخليها تتقلى ونولي ليكم هنايا باش نعمل الدرسة ديالي، راهي تقلات. قلت لكم الماء تاع المهرس هكذا، نزيد نخليها هكا قيمة واحد 3 دقايق 4 دقايق
هكا على نار قليله نرمي الحميصه ونمرق ونخلي الدجاج ديالي مع الخضره يطيبوا. فوالا البنات هنايا هاهي ديك الكميه تاع الحميصه. بسم الله الرحمن الرحيم ونمرقو بالماء السخون يغلي. فوالا المريقة تاعنا شوفوها شحالها شابة. ونخلو الدجاج ديالنا يطيب ماحش يدي وقت بزاف. ولا غلقت الكوكات راني مام با دي مينوت سينو نخليها هكا تطيب حتى نشوف الدجاج ديالي دخل فيه طيب. هنايا البنات دوكا تي كنعني نوجدو البركوكس تاعنا. شوفو هنايا لاكوكوت تاعي راهي ديك الدجاج راهو يطيب. وهنايا شوفو ندير الكميه اللي حبتها تاع البركوكس على حساب المريقه اللي عندكم على حساب الدجاج على حساب افراد العائله. كيما انا هنا بسم الله هاهو كاس نزيد له شويه هكذا. هنايا دوك الواحد كيفاش يتعامل مع البركوكس ديالو. انا هنايا وريت لكم ديجا كيفاش ندير. هذايا دوك حطيت الماء يغلي واش ندير هاهو لي كاودلي لي الماء بسم الله نديرو في الماء يغلي هكذا. هذا مكان نخليه مده 10 دقائق يطلق لي النشا ديالو. ومن بعد تيك نصفيه غير يفوتوا لي 10 مينوت نصفيه باش ومن بعد نرميه في المرقه. علاش نديرو بالنسبه للمبتدئات هذه العمليه؟ لو كان البركوكس تاعكم ترموه ديريكتومون في المرقه يشربها لكم كامله. هو اون جينيرال العيش ولا البركوكس ينتكل يعني هكاك في دقيقته هو سخون خاطرش كان يقعد العشيه يشرب كامله المرق ويولي خاطر. بصح مهما يعني مالغري سا نتعاملوا معاه نحولوا الماكسيموم تاع النشا باش من بعد تيك ما يشربناش بزاف في المرقه. انا هنا خليه 10 دقائق لو طون لي طيب لي الدجاج ديالي نطيح سوا سوا. فوالا البنات هنايا راني حليت على لا كوكوت مينوت تاعي. فوالا واش ندير هاوليك البركوكس ديالي صفيته نرميه. فوالا هاوليك وانا نشوف هنايا كيما راكم تشوفوا نزيد نمرق وندوق على الملح ولا نزيد له حصون. واش نقول لكم الريحه راهي هايله. هنايا كي بدات الغليه القدره ديالي نزيد نمرق شويه هكذا نرمي شويه تاع الغرس باش نحي لي القروصه. الفلفل حار راح ندير زوج باش تجي حويره الله الله. ونخلي البركوكس ديالي يطيب. شوفوا البنات وطاب البركوكس تاعنا شهيتكم بالصحه ان شاء الله. جا فريمون هايل الريحه تاعو راهي دايره حاله. انا لو بولي تاعي هنايا فتتو نرميه في المريقه ونسقيه لخواتاتي. طيبت معاه الخبز بالنخاله نسقي بنات ونولي لكم. فوالا حبيباتي ها هو ديك العيش تاعنا شهيتكم بالصحه ان شاء الله. انا درت له شويه هنايا تاع حشيش مقطفه. شوفوا الخضره كيفاش تجي فيه. شوفوا القوام ديالو رائع جا حويره. واش نقول لكم المريقه تاعو حاره تنحي الزعاف. هنايا وجدناه بالخبز تاع اللي قلت لكم بالنخاله يجي فريمون هايل في الكوشه. هذا النوع تاع الخبز اللي نطيبوه يعني نطيبوه انا براتيكمون دائما يعني ما يخطينيش. مليح الخبز تاع الدار واحد يعاون روحو. وعلى بالكم فصل الشتاء تاع لازم نسخنوا بيوتنا نقلت لكم بالحب العطف الحنان والخبز السخون. هذه اخواتاتي بالنسبه لفيديو تاع اليوم ان شاء الله تكون عجبتكم وتكون فادتكم. ونقول كامله اخواتاتي شهيدكم بالصحه ودمتم في رعايه الله وحفظه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.